فلوس يا رب الاقي فلوس يا رب يا رب كلنا شايلين وهنا ولا حاجه. ماما يا ماما مين ابوكي كده؟ ابوكي كده صح؟ قال لك حاجه؟ سرق على الفلوس؟ يا ماما استني يا ماما ما تخافيش، ده مش ماما، ده مش بابا يا ماما. من مين؟ ده كروان يا ماما، كان عايز ينزل معايا. ازيكم يا اخواتي؟ وحشتونا قوي يا اخواتي. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، سوزي بنفسها بتمسي عليكم يا اخواتي. واقول لكم على حاجه، اقول لكم انا ما روحتش الدرس ليه؟ اصل عامله لكم حته مفاجاه جامده قوي 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 قوي. وكمان بعد كده انت هتشوفوني كويس بعد التليفون المكسر ده. ايوه يا ابو سوزي، نعم. عايزني اطلع لك من الفلوس ال 100,000 جنيه 40,000 جنيه حضرهم لك؟ خلاص انت جاي تاخدهم دلوقتي؟ طيب حاضر هحضرهم لك. طب ايه رايك بقى احضر لك الغدا بالمره، تتغدى وتمشي على طول؟ مستعجل؟ خلاص انا هحضرهم لك على طول اهو. ماشي، مع السلامه. ايه ده فين ال 100,000 جنيه؟ نهار ابيض، فين ال 100,000 جنيه؟ انا حطيتهم في مكان تاني ولا ايه؟ نهار ابيض، انا شايفه ولا مش شايفه؟ ال 100,000 جنيه راحوا فين؟ يا نهار ابيض يا غزل تعالي يا غزل الحقيني، يا غزل بتوع بابا يا غزل. بابا كان عايز فلوس احضرها له، جيت افتح الشنطه يا غزل مش لاقيهم. يا غزل ابوك انت عارف الفلوس دي كتير قوي يا غزل، عمل جمعيات واشتغل وتعب كتير قوي لحد ما جمع الفلوس دي وحوشها. يا غزل اعمل ايه؟ ابوك جاي في السكه، اقول له ايه؟ الفلوس مش لاقيها؟ يا نهار ابيض بجد يا ماما انت مش لاقيها؟ بصي معايا، طب بصي هو انا اتعميت ولا ايه مش شايفه؟ طب ماما انا عايزه اقول لك على حاجه بالراحه يا ماما، اهدي افتكري ما انت حطيتي الفلوس فين يا ماما. بصي يا حبيبتي انا كنت حطاهم هنا، والشنطه دي كانت محطوطه في المكان دوت كده. انا هحط الفلوس فين يعني؟ ما كانت في الشنطه هنا والله. يا ماما بالراحه يا ماما، تعالي ندور يا ماما في المكان ده اللي الفلوس طاعه يا ماما، ممكن تكون وقعت يا ماما. طب دوري معايا يمكن انا مش شايفه، يمكن انا اللي متخبيه لها مش شايفه. بالراحه يا ماما بالراحه دوري. مفيش حاجه، اعطيني يا غزل. مفيش حاجه انا شايفه والله العظيم الفلوس مش موجوده. اعمل ايه ابوكي جاي في السكه، هقول له ايه يا غزل؟ طب يا ماما افتكري يا ماما بروح انت حطها فين؟ حطهم هنا يا غزل، حطهم هنا. شايفيني دلوقتي يا صحابي؟ بصوا ده كتاب الدرس، انا دلوقتي هوريكم المفاجاه. ايه ده؟ هو مين اللي كتب ان المفاجاه هي الايفون؟ ايوه صح، المفاجاه هي الايفون، وكمان هي 16 برو ماكس. ايوه انت جدع، وكمان احلى مسا عليك يا عم. يا رب يكون مش هو. بس هروح افتح يا ماما، انت حاولي تدوري ماما. ماشي انا هدور، هعمل ايه غير ادور؟ يا نهار ابيض هقول له الفلوس ضاعت، ال 100,000 جنيه اللي انت تعبت فيهم ضاعوا، اعمل ايه بس؟ كروانة تعالى نلعب يا غزل. روح دلوقتي يا كروانة. بقول لك تعالى نلعبوا يا غزل. بقول لك روح دلوقتي، يلا نلعب. دلوقتي بقى يا اخواتي انا هفتح الايفون قدامكم، يلا بينا. بصوا اصغر ايفون في مصر، ايه رايكم؟ بصوا ايه رايكم؟ وكمان في شاحن وفي حاجات كتيره هنا.
بصوا بقى يا صحابي، انتوا دلوقتي هتشوفوني كويس، بس انا دلوقتي انا الخط اللي على التليفون اللي متدغدغ المعفن ده على التليفون الجميل ده، وكمان هفتح لكم وكمان هفتح لكم لايف هنا. ماشي بقى اقفلوا عشان انا الخط هنا. ماشي باي، هتوحشوني. ها خلاص بنروح يا مستر جوه بقى. ابوكي ابوكي جه، ابوكي جه. خلاص انا راح افتح له اقول له خلاص، اقول له فلوس ضاعت هعمل ايه؟ اقول له فلوس ضاعت هعمل ايه؟ خليه كده، رايحه له، انا رايحه له، ربنا يستر يا غزل. انا خايفه افتح الباب، بس هقول له خلاص، هقول له انا خايف. دي سوزي، سوزي الحمد لله، يا سوزي الحمد لله. سوزي خشي يا سوزي بسرعه خشي. ويا اصحابي انا عايزه اقول لكم على حاجه، يا سوزي يا دي ماما حبيبتي. يا سوزي يا احنا في مشكله كبيره دلوقتي، يا فين بسرعه. في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ ايه ده؟ في ايه ماما؟ صح انت ما شفتيش يا ماما الايفون بتاعي يا ماما؟ الايفون بتاعك؟ اه. ودي جبتيه منين ده؟ يا ماما صاحبتي عطيتهولي عشان عيد ميلادي. صاحبتك عطيتهولك عشان عيد ميلادك؟ اه. صاحبتك عطيتهولك عشان عيد ميلادك. طب تعالي معايا نروح عند صاحبتك. ليه يا ماما؟ تعالي معايا. ليه بس؟ مش لازم نروح لها. مش صاحبتك اللي جايبهولك؟ اه جايبهولك. خلاص انا عايز اروح عند صاحبتك بس اتكلم معاها وافهم منها جبتهولي عشان عيد ميلادها ولا ايه بالظبط؟ ايوه ماما جبتهولي عشان عيد ميلادي. سوزي سوزي اللي فوق دوران ده مش عليا انا. ماما الصراحة يا ماما. ايوه الصراحة الصراحة. جبتيه منين ده؟ انا خدت المية الف بتاع بابا. ايه؟ اخدت المية الف بتاع ابوكي؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. ابوكي هيطلعني النهاردة، ابوكي هيطلعني النهاردة. ده ابوكي كان جاي ياخد فلوس من الفلوس دي، وانا من بدري عمال ادور عليها، ادور على الفلوس مش لاقياها. راح اجيب التليفون بفلوس ابوكي تعب عشانها، ابوكي تعب في الشغل كتير وحوش كتير لحد ما جمع المبلغ ده. يا ماما يا نهارك اسود يا نهارك.